السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا السمان، هذه العشة حقته، هذا هو راجن ما شاء الله، هذه راجنة وهذه راجنة، هذا بيض ما شاء الله، عيتكم ما تبي تقوم، تحته بيض ما شاء الله، هذه بعد نفسه، هذه تحته بيض، شوفونه ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، شوف هنا ما شاء الله، هذا البيض اللي تحته، وهذا السماه هنا. لازم توفرون له زي كذا نفس العشة هذه، يعني عشاب وكذا عشان يبيض ويرجن. إذا صارت العشب بدون العشب خلاص يصير ما يرجن، ما يبيض ما يرجن. وهذه واحدة ما شاء الله، شو هذه راجنة ما شاء الله، هذه راجل ما شاء الله خافت. هنا في واحدة هنا توه ترجم، تسحب البيض تحته وترجم ما شاء الله، بس كثير بيضة، لكن نشيل إن شاء الله بعضه. وهنا ما شاء الله هذه راجنة، هذه ما شاء الله، شوف هذه راجنة وقامت، هذه ما قامت عيت ما شاء الله. هنا نشوف هنا، هنا بيض ما شاء الله، بس ما ادري وين رعيته ما شاء الله ما شاء الله. هنا هنا ما في شيء، هنا اكيد في شيء، هنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا بيض تدرج الظهر راجل عليه ما شاء الله. هذه العشة بعدين احط اكل هنا ويجي من فوق، يبيض من فوق ان شاء الله ما شاء الله، الوانه ما شاء الله ممتازه ما شاء الله، احجامه. هنا في شيء زي كذا يحب المناطق زي كذا، يعني زي هذا عشب وتحت رمل وعش وعشاب كذا، على طول يبيض ما شاء الله. اللهم زد وبارك. هنا عشاش، هنا عش، وهنا عش، تعلمت بعدين يرقم فوق، هن يرقم، لازم توفر لهم زي كذا عشان يتكثرن هن لحالهم بدون فقاسة. إذا بغيت سوى العشة هذه، هنا هنا تقريبا نفس العشة هذه، حطهم تقريبا 300 سمانة، 300 سمانة في 5 في 5 ما شاء الله، مرتاحات ووضع زين. ها ساهم شيء، لا تحطون شيء عند جدار وكذا عشان ما يبيضون جنب جدار وش اسمه. هنا نشوف بسم الله، هذه واحدة أنا راجنة قومتها ما شاء الله، لونها جميل ما شاء الله، تعالي راحت. هذا بيضة ما شاء الله، وهنا بيض، هنا واحدة بس، هذه شوفوا شوفوا زي كذا يحب على طول يرجنن هنا، بس ما في أحد، الله ما شاء الله. هذا بيض ما شاء الله، هذه هي اللي راجنة تو، تعال تعال الحين نمسكه، هذا البيض، هذه ما شاء الله، راح البيضك، راح البيضك، هنا البيض،
بسم الله. راح نترجم. ما هي واضحة. هنا ما شاء الله، شوف شوف. هنا بيض. هنا بيض. هنا بيض. ما شاء الله. وهنا هذه الحركة بعد ممتازة، بعد تحطون شيء فوق كذا نازل كذا عشاب زي كذا، مرة على طول يرجنن هنا. شوفوا البيض ما شاء الله. هنا وين؟ وهنا ما شاء الله. شوفوا هذا بيض وسمنة ما شاء الله، سافر بسرعة ما شاء الله. شوفوا، بس المشكلة اللي يقول عنده جدار يتوسخ دايم. شوفوا الذروق الله يعزكم دايم تجمعن هنا بالزوايا عند جدار، المفروض تبعده شوي، تصير بعيدة شوي عن الجدار زين شوي عشان يتوسخ البيض وكذا. هذا البيض في أحجام كبيرة وأحجام صغيرة شوي، يعني أكثر أحجام كبيرة الحمد لله. هذا أحجام ما شاء الله، بسم الله. وألوانه ممتازة، صعب تلقاه هذا الألوان بالسوق، ما تلقاه نادرة. يعني الألوان فيه بس الأحجام مع الألوان نادر تلقى. شوف شوف هذه ما شاء الله. الميزة به انه ما يخاف كذا، انت تدربه يعني تعود عليك خلاص، ياكل من يدك، يصلح التربية بالبيوت. تبغى تربيه بالبيت وصار ما هو زي الحمام والدجاج والثانية، أحس إنه ناجح بالبيت مرة، اللي بياكل منه وكذا. يعني تقريبا شهر ونص تقريبا من تفقيسه تاكل منه. هذا الميزة اللي به، ولحمه طيب، بيضه بعد أطيب، كله لحمه وبيضه طيب ما شاء الله. يحب الرمل، لازم المساحة يعني يصير زي كذا، يعني الأعشاب ما تكثرونها، يعني شو اسمه تخلونها في أماكن وأماكن رمل يعني زي كذا. أنا حاط الرمل قبل بعدين أعشاب عشان ينبسطن، إذا شافن شو اسمه تروشن قصدي، إذا شافن الرمل عطوا يتروشن ترويش مدرومة. سبحان الله. انا ابعد هذا العشاب بشوف راح نشوفهم تروشن على طول. بسم الله. على طول تروش ما شاء الله. نشوف مكان ثاني. شوف 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 احنا على طول يجينا على طول تروشن. ما شاء الله يا لونة هذه ممتازة. ك
كذا طريقة المعلافة أفضل شيء. بدل البلاستيك هذيك البلاستيك ما تصلح. يعني الأكبر لازم شيء كذا. وإذا حصل بعد تحط ماء على نفس العلف أزين وأزين عشان ما العبن بوه ما يطير. تصير كله ياكل منه. هذا اللون بقري يسمونه بقري ما ادري مشروك. هذا كريمي ما شاء الله. هذا صيني مشروك يعني ما هو. هذا صيني بس لونه جميل ما شاء الله لونه. عندي كم واحدة زي كذا ما شاء الله. هذا البري وهذا بلدي يسمونه بري نفس البري. هذه بعد من الألوان الجميلة بعد. هذه نفسها. هذه رجانت ما شاء الله ما شاء الله. وزن على البيض واجد ما شاء الله.